بمحمد، هو الذي أسرى بمحمد. ونأسف على قلوب معنا في الأرض، قمة الأخبار عندها تقول إيش حصل في أوكرانيا وإيش بين روسيا وأمريكا وإيش في الضجة في العالم الأوروبي، لكن والله عندنا أشرف الأخبار، أخبار الإسراء والمعراج، أخبار القلوب مع الله، أخبار زيارة هود، أخبار رمضان والاستعداد له. وسوف يرون من اشتغلوا بذي الأخبار ومن اشتغلوا بتلك، من الناجح، من الرابح، من الفالح، من المستفيد، ماذا عندهم؟ كفار لابد أن يقودهم كفرهم وتنازعهم إلى التنافس الذميم وإلى التقابل الذميم وإلى الحرب الذميم، لابد أن يقودهم. النبي كان يحب يقرأها كل ليلة لما يقوم من النوم، يستاك والحمد لله حين بعمدنا من غير النشور، وإن في خلق السموات يقرأ صلى الله عليه وسلم. شبهه تبقى خلق بينك وبينه روابط مشان تشوف وجهه في القيامة، مشان ترد على حوضه يوم الطامة، مشان تشرب من حوضه المولود. نعمل قدوه، خليه يتفكر ما في من في ذهنك، خرجه. محمد أحسن منه، محمد أحسن من تفكر فيه، ما تفكر في غيره إلا من شان، من أجل قربه، من أجل سنته، من أجل دينه، من أجل شريعته، لا بأس. مع ذلك خرجهم، مالك حاجة بهم، لا تكدر ذهنك، لا توسخ باطنك.